عرفت هو مين؟ اهله فين؟ او طلع حرامي ومسجل خطر سرقه سيارات؟ انسى انسى بني ادم يموت بسببي وتقول لي انسى حتى لو كان مدرك. ليه القدر يحطه في طريقي انا بالذات؟ يا ده انت زعلان عليه قوي بقى. معقول يا حمدي عايزني انسى انسانيتي وافتكر بس انضباط البوليس؟ يعني عايز تتعامل مع الحراميه والمجرمين بانسانيه؟ محدش بيتولد مجرم، اي انسان ممكن يخطا تحت اي ظروف ويتحول لمجرم، والمجرم لو جات له فرصه يهرب منك زي ما حصل او حتى يقضى عليك مش هيبقى انسان معاك. ارجوك يا حمدي ارجوك بلاش نتكلم في الحكايه دي لو سمحت. طب 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 طب, طب. على كده بقى بلاش تطلع مأمورية الليله دي. ليه؟ بالعكس انا لازم اطلع. اصل في حالتك دي ما تقدرش تطلع يا ياسر. لا 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 دي حاجه وشغلي حاجه تانية، ده واجبي ولازم اقوم بيه. بس بشرط. شرطك اشوف بعناية. فارس توشنا يا فارس. ماشي مساء الخير يا عبدون. عزوز ازاي؟ هلا هلا هلا. اخبارك ايه؟ اخبارك عليك الحلوه ايه؟ الحمد لله. ليه ليا؟ في جديد؟ في سمعت قد الغنوه؟ لا لسه. دي غنوه زي العسل. فين يا فارس؟ بقول لك ايه؟ تيجي عندنا الفيلا بقى ونعمل قعده زي بتوع زمان ده ونروش المسائل. انا يا عمر. برافو عليك. فاكر زيك عايزك في كلمتين كده. عايز فلوس يا عادل؟ لا يا راجل. فلوس ايه بس؟ خير. ايه الغيبه الطويله دي يا راجل؟ شويه قلق كده وخلص. قلق ايه؟ طب مش تسال على ابوك برضه وزيكو؟ مهما كان ملكوش غير بعض. عادل انا جاي اسهر، انسى حكايه ابويا دي خالص. لا سمعني يا عمرك ما تعقل يا زيكو. انا مجنون وبحب الجنون. ماشي يا زيكو. تحب تسمع ايه؟ لا اي حاجه يعني؟ اسمعك تعواز النهارده وننسى اي حاجه. اي تعب ننساه زيكو. اديها عدو. صباح الفل. الاسنوكه رجاله. فرع عدول يا عدول. لا لا بقى. شعوذة يا عادل. ماشي يا زيكو.
البساتين؟ لا. طب التحرير؟ لا. طب حضرتك رايح فين؟ مظلات. انا واقف خلاصه لاصه ومية مية وعمي كل الصحبه جايه. لا 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 ولا عمرو. اقف يلا اقف يلا. ده انت النشاك تمام ولا زيكو. بص بقى ايه ده عيال زي الفل اهي. ارجع صباحين اشفى يا حلاوه. صباح الخير ليلى الجميله. صباح الخير اللي كده يلا. لا ونبين على زي الفل. سندوتش صباح الفل. ملفوف يلا ملفوف ده مدلع. بص جامد. طب تعال تعال تعال. لا واقف ايه وقفه جميله. زيكو ايه رايك في الملفوف؟ الصلاه على النبي 100 100. هو ملفوف بس ده ملفوف ومتدلع واخر دلع. البيت حلو قوي يا زيكو. ما تنزل يلا تمارس هوايتك وتسلك لنا السك. انزل. طب اب بالقبايج. القبايج عمرو اديله اديله. قبايج ايه؟ اديله فلوس. يعني ميايا؟ يلا حلوين ميايا. يا جدع انت ميايا ايه؟ ميايا ايه ما يكفوش. اديله. البيت حلو قوي يا زيكو. حلو قوي ايه؟ حلوين يلا. طب خلي الاوتومبيل داير. ها طب بس يلا انت خلص بقى. زيكو حلو يا زيكو. لا هلا بسرعه زيكو جاهز انت بسرعه. ها بنمس على الملفوف الجميل. مستنى حد. القبايج 150 جنيه. ها والمكان جاهز وفل الفل. يلا نلحق الليل من اول. انت ايه الادب؟ وما مشيتش من هنا انا هوديك في 60 داهيه. هصرخ والم عليك الدنيا. ده فاهم ولا لا؟ ايه تعال نعمل دماغ مع بعض. يلا بينا. انت ايه الادب؟ اي حركه هغزك وخدك. انا مش هقول الصوت وكل سنه في الانتاج. انزل هات الحكايه عشان نعمل دماغ. يعني نص قويه كويس. خليها قويه قويه قويه. زيكو لجنة. زيكو هنعمل ايه يا زيكو؟ ماشي الاوراق والرخصة سليمة. انا خايف الصغيرة تعمل اي حاجة توديها في 60 داهية. بس هي تعمل حركة ولا تعلي صوتها. بت هتعلي صوتك يا بت. اسكت خالص اسكت. خليها تصلح نفسها عشان شكلها مرفض على الاخر. حاضر اعملي معروف صلحي نفسك علشان بس ما يمسكوناش. وانا وعدك اول ما هنعدي منهم انا بنفسي اللي هروحك. اعملي معروف عشان خاطر. طيب رخصة لو سمحت. ها؟ رخصة. روبرتين على جنب.
ثانيه هنركن هنا، انا عارف انا بعمل ايه. اركن واسمع كلامه يا اخي. سيبوني بقى، استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله، مشي بعيد، دفننا وجلدنا الحمد لله يا رب. عايز اسمع صوتك خالص. سيبوني يا رب، يا رب انا عملت ايه عشان ده؟ انت تعملي مهروم، ما تحطيش هطلعك خالص. استغفر الله العظيم. محدش بيرد. ايوه يعني اكيد نزلت وزمانها جايه في السكه، ان شاء الله مفيش حاجه، اطمني. هتكون راحت فين يا؟ ده عمرها ما غابت الساعه دي يا ناس. معلش زمانها جايه. لقيت سلامتها لسه ما شرفتش. لم لسانك يا بنت وتمسي على المسا. اخص عليك يا روحيه، دي الجيره والعشره، دي وليا زيك، حرام عليك يا شيخ، حرام عليك. خالتي يا خالتي وليا يتلموا ويتكنوا كده بعد المغربيه. مش بيلفوا ويدوروا في انصاص الليالي. خلاص. تضرب اختك برضو يا جمعه؟ وكسر عظمك كمان. امشي سبعين على الحوش. يلا وحسابي معاكي هيكون بعدين. امشي من هنا. سعيد. على الحوش يلا. حسابي معاكي هيكون بعدين. طمني يا حاج، طمني. سيدي. لا لا مش حاسس. حاسس اني ايه؟ لا 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 ابوس رجلك، ابوس رجلك. بس بدل ما شرحت كفايه المصيبه اللي حصلت. سلام يا عند البابا دي سلاح يطول بقى. الله خد على فاسك بقى بسرعه. لا لا مش عارفه. ونرميها بالعربية في أي حتة ونخلص من الورطة دي خالص. خلاص خلاص. احنا هنكن هنا يومين ثلاثة لحد الأمور ما تهدى. أنا لسه هنكن. اعملوا اللي أنتوا عايزينه بقى. خلاص أنا مش قادر أفكر وطلع هنا. أنت يا حاج. يا حاجة مفيش حاجة بسيطة خالص. أنت في إيه؟ بسيطة إزاي؟ تلاقيه بيضحك وزي الفل. ده تليفونك سايب أعصابي. يعني أنا ما كنتش أكلمك مثلا. صباح الخير يا مجدي. بقول لك إيه؟ خلي بالك من الورشة، شغل الحاج خليل لازم يتقفل النهارده. حاضر يا أستاذ. ماشي؟ حاضر يا أستاذ. شد حيلك. جمعة يا أستاذ جمعة.
اسم الله والحرسال. على فين العزم ان شاء الله؟ ما اجز النهارده ولا ايه يا اسطى؟ مالكيش صالح يا روحيه، خليكي في حالك. رايح تدور عليها انت وامها عايزين تشوفوا هتتفل الزنباق. استنى يا بنت واصطبحي على الصبح وبلاش تنبيط. ما هو اللي انت فيه ده بقى ما يرضيش حد لا مؤاخذه. انت لازم تعرف عشان تقل الزنباق، وبعدين دي مش ممكن تبقى مراتك ابدا. تعرفي يا بنت انت لو ما كنتش واخدي كنت عملت فيك ايه؟ كنت هتعمل ايه؟ كنت كسرت عندك وقطعت وشك. اتفضلي. تعالى هنا انت رايح فين؟ ما انا ما عرفتش السبب اللي انت هتعمله ده. بقول لك ايه؟ طيب انت رايح لها؟ روح لها يا مايا خلاص ما تنفعش. اطمني يا ست وهدي اعصابك. هدي اعصابك. هي غايه بقالها قد ايه يا ستي؟ يوم وليله ساعه البيت، خرجت امبارح من شغلها ما رجعتش تاني. سالتوا عليها في شغلها؟ ايوه يا سعاده الباشا. سألنا عنها في الشغل، قالوا إن إحنا ما نعرفش عنها أي حاجة. يا سعادة البيت، يا سعادة البيت، دي خارجة كويسة خالص ما فيهاش أي حاجة. سألتوا عليها عند القرايب، عند المعارف، عند الجيران. يا سعادة البيت، إحنا مالناش حد أبداً، وزينب مالهاش غير شغلها وبس. هي اسمها إيه بالكامل؟ اسمها زينب يا بيه، زينب خليل الصغار. حضرتك قلت شوية ردود وبس، يعني ممكن أخد. انت زيت مننا بشر ايه؟ لا ابدا، بس انا عندي حاجه مهمه جدا ولازم اخلصها بنفسي. يا حبيبي حرام عليك اللي بتعمله في نفسك ده. العيال الثلاثه والعربيه والبنت هنجيبهم لك، بس انت اهدى كده وارتاح. لا يا حمدي، انا اللي هدور عليهم واجيبهم بنفسي لو هلف مصر كلها. حاضر، بس انت اطمن كده حتى عشان الحاجه تطمن عليك. ما تقلقيش يا امي اطمني. يا حبيبي ما كنتش اخاف على ابني حبيبي، هخاف على مين؟ اتأخرت ليه كده يا زيكو؟ كويس اني جيت وما اتمسكتش بالعربية. زكريا طمني، الظابط جرى له حاجة؟ مال أنا جرى له حاجة ولا ما جرالهوش؟ أنا خايف أصل يكون خد نمرة العربية. إيه يا حيلة، ده لو خد نمرة العربية لو لمح طرف منها كان زمان موجود علينا دلوقتي. طب وبعدين يا جماعة؟ إحنا لازم نتصرف، لازم نخلص من الورطة دي ومش هنخلص منها إلا إذا مشيناها من هنا. تعالي معايا أنا همشيها. بقول لك إيه؟ مش الوقت، مش الوقت. لازم نهدى شوية لغاية ما الأمور تهدى و أنت شايف كده يعني؟ ليه؟ ليه حرام عليكم؟ سيبوني امشي. انا مش هطلب ولا كلمه، مش هقول ولا حاجه، انا ما اعرفكوش، ما شفتكوش، ما حصلش حاجه، بس سيبوني امشي. انا بس تعبت، مش قادره. بس يا بس تاكل من الكلام ده بس. ارجع يا حرام عليك، كنت مش جوزته وخلاص، عايزين من اكتر من كده. حرام بقى دول التعبت. اقعد اقعد. هتمشي هتمشي بس مش دلوقتي لما الامور تهدى، وبعدين نسيبها، وبعدين مش لازم نركب العربية دي الوقت، فاهمين؟ عيني لو جبناها يا اخي انا من بكره اجيب عربيتي، بس المهم خلصوا لي بقى من الورطه دي. بتزعق ليه؟ بتزعق ليه؟ مالكش دعوه بيا، انا لازم اخلص نفسي من الورطه دي. جبت لك دعوه اديها ب 60 داهيه.
اهدى شويه يا جبان. انا مش جبان وما اعرفش تقول يا جبان كلمه، فاهم ولا لا؟ جبتك ده حضرتك 60 داهيه. تعالى قول لي حاجه، تقول لي يا جبان يا جبان يا كريم، قول له انا مش جبان. بالعكس بقى، انا اعقل واحد فيكم واشجع واحد فيكم كمان. انا مش مجنون عشان اسيب نفسي اضيع بسبب عمايلكم دي. جبان وحيرة حضرتك 60 داهيه. بس يا عمرو، يا عمرو، يا عمرو، اه واقف. ما انت شايف؟ وسط دماغه ولا مش بقى حد يا هتودوا نفسكم في ده يا مجانين؟ انتوا صحاب وعيب عليك. شوف انتوا بتحبوا بعض. وسط دماغه ولا اه يا زكريا؟ كتاب حياتي يا عيل. يا بحبك. اسم الله والحرس الله. حبك بورس وعشرة خرس وألف ومية عهد وانت استحيل. صدقيني يا روحية، صدقيني بقى، ده العمر ما عادش فيه. ليه يا ضنايا؟ راح أعنس ولا هعنس ولا كنش هعنس؟ طب وشرف وأمي وأبويا؟ لو ما كنت هتنكر دلوقتي وتنكشح من قدامي لحصوت ولم عليك أمة لا إله إلا الله. طيب 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 امشي على ما تجيش إلا بالعين الحمراء. أنا أحبك أه، وأنا ما بحبكش. هو بالعافية. ايوه يا فندم، نمره السياره مسجله باسم زيدان عبد الجليل ملاكي جيزه. العنوان، العنوان. اتفضل يا فندم. شكرا ولا لسه. تلاقي وصل بس هو اللي لكع شويه. لكع ايش عم حموره؟ خف ابا. ايه ده بقى؟ حلو قوي مكه الشبح دي. مساء الخير عموره. اشتا عمول. عارف يا زيكو انا لما بطلع ما بنزل. امال امال عمرو نزل ليه؟ يلا يلا ايش؟ يلا واقف يلا مالك؟ متعوقش زي الفل. ما هو باين بقى على الكير بقى. يلا يلا
ما تتعوش يا ولد. ها يا سيدي يا عم ما تعوش يا ولد احمد. قلت لهم بقى انا طبعا مش نازل خالص. ايه 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 مالك مالك؟ الكلى الكلى كلى ايه؟ الشنطة دي. شنطة ايه؟ اديني الشنطة دي اديني. طب حاضر حاضر طب حاضر حاضر في دواء في دواء الكلى. حاضر 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 طب معلش معلش دواء دواء انت تعبانة قوي كده. طب معلش معلش طب ليه ما قلتيش طيب انك عندك كلى؟ طب تعالي استريحي تعالي بس بس بس. طب اجيب لك دكتور ولا اعمل ايه؟ طب بس بس استريحي الحبايه دي بتريحك يعني؟ طب بس 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 حاولي تستريحي وتنامي. نامي 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 نامي. ايه الحظ ده بس يا ربي. يا ياسر انت بصراحه كده بتهمل شغلك وكل تفكيرك في العيال الصيع دي. معقوله يعني؟ ما هو لو شفت اللي انا شفته شفت البنت وهي بتتالم بتصرخ بتستغيث بيا وانا مش قادر انجدها ما كنتش هتقولي كده. ارمي ورا ظهرك. لحد امتى هتفضل كده؟ لحد ما الاقيه. ولازم يا جماعة فوقوا بقى فوقوا بقى اعملوا معروف. احنا لو اتمسكنا هنروح في 60 داهية وانتوا عارفين كويس قوي هيعملوا فينا ايه. هيسحلونا خالص كفاية علينا حكاية الصبر. انت تصمت خالص تصمت خالص. فناس عمرو الابنين ده ابوه ابوه واصل شارخ لفوق خالص. احنا ابقى في زمن له ضهر ما اتضربش على قفاه. يلا ايه ده وقت راح تروش وتغير هدومك وتتزوق لي يا اخي. انت كمان الهدوم كانت وسخه خالص ما اعمل ايه يعني ما اغيرش. عملت ايه انت؟ اختي جت من اسكندريه مش هينفع. طب هنعمل ايه في الكارثه اللي معانا دي؟ انا جبت لكم مكان ما كنتوش تحلموا بيه. مكان كويس جدا. يلا بقى قبل ما البلوله في العربيه دي تصحى وتجيب لنا. انا عارف ان نهايتي على ايديكم. يلا بقى بينا. هم دول؟ امسك اعصابك شويه حاول تعرف كل اللي انت عايزه منهم بهدوء بهدوء يا اسف. انت بتشيلنا انا؟ لا يا بيه حرام عربياتي بس يا بيه. وانت؟ ولا حمل الشم والمصيف يا بيه. ازاي يا بيه؟ انتوا منين يا بيه؟ من باب يا بيه. كنتوا فين يوم الخميس اللي فات الساعة 3 الصبح؟ كنت نايم يا بيه. انا اكون فين؟ امبارح بعد ما وقع عربية الشغل دي يا بيه خدناها وسيبنا بيها صاحب. ايوه فين الواد التالت بتاعكم؟ ما كانش معانا حد يا بيه.
الواد التالت اللي كان معاكم وانتوا خاطفين بنت في عربية وهربتوا من كمين شرطة على الكوبري. البنت صدقني ما كانش معانا حد. احنا سرقنا العربية لكن نفطر؟ لا، دي فيها أدام يا بيه. ايه يا عمرو مالك؟ في ايه قلقتني جبتنا لما على وشي؟ وايه حكايه العربيه دي؟ اتسرقت وبلغت عنها. اسمع يا عمرو، ابوك عايز يشوفك ضروري ضروري. يشوفني؟ خليه قاعد مع مراته وحبيبته، انا ماليش مكان عنده. وبعدين يا عمرو، لحد امتى تفضل عايش لوحدك بعيد عن ابوك؟ ما تشغلش نفسك بيا، انا مرتاح مع اصحابي. وهم اصحابك اهم من ابوك؟ ابويا انا فلوسي خلصت وعايز فلوس. هو ده، استناني. زيدان عبد الجليل، اتفضل. خير يا ثابت؟ خير ان شاء الله. النمره دي تخص حضرتك؟ دي نمرة عربيتي. وهي فين العربية دي دلوقتي يا سندي؟ العربية دي مسروقة. من امتى؟ من حوالي اسبوع. ليه؟ لقيتوها ولا ايه؟ حضرتك بلغت عنها؟ طبعا بلغنا. في حد تاني بيستعملها غيرك؟ ايه لا حد تاني بيستعملها غيري؟ انا اللي بستعملها. يعني ما تشكش حد بياخد المفتاح من وراك؟ هي في حاجة حصلت ولا هي حصلت؟ لا ابدا، هو لحد دلوقتي ما حصلش حاجة. ولو حصل حاجة أكيد هبلغك. يا ريت. في حاجة مطلوبة مني تاني ولا؟ لحد دلوقتي لا. طب استنى. أنا حاسس إن الراجل ده مخبي حاجة. أنا كمان عندي نفس الإحساس. يا اخوانا والله اكيد الراجل الترابي ده بيشك فينا. يا عم الراجل كبير في ايه؟ مش دريان باي حاجه. مش دريان باي حاجه؟ ده انت اللي مش دريان باي حاجه يا عمرو. الراجل كلامه معايا ما كانش يطمن ابدا. لو شفنا هتبقى مصيبه. ما هو عشان كده بقول ناخد البنت دي ونمشي من هنا في اسرع وقت ممكن. ما انتوش مصدقينش. Thank you.
حلاوتكم يا اخوان توبوا حلاوتكم قاعدين ولا على بالكم حاجه خالص. ما حدش يقول فيكم الحال ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي. يا عم هناخدها من هنا نرميها في اي حته ونخلص. مش تقول انا غيرت رايي يا جماعه. البنت دي حفظت وشوشنا وممكن تبلغ عننا. وجودها معانا حياه هيبقى خطر علينا. وجودها معانا حياه خطر؟ لا بقول لك ايه زيكو انا معاكم في كل حاجه بس ايه القتل؟ اه ما احنا مش راضيين بالهامش. لا زيكو الا القتل. وبعدين قتلها هيوصلنا لحد المشنقه واحنا ولا قتلين قتله ولا مجرمين. لا مش كده. يبقى مفيش غير حل واحد. اه ايه هو؟ يا زيكو طب فكر 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 قول الحل ايه؟ حل ايه بقى يا زيكو جميل انت قول قول يا اخويا. حل اكسر مناخيرها وخلاها تحت رجلنا وتحت رحمتنا على طول. جميل هو بقى الحل اللي انت فكرت فيه؟ كاميرا فيديو. كاميرا فيديو يا بس تهديدك وده وقت التهريج. احلى تهريج في الدنيا هتشوف بس روح هات كاميرا الفيديو وبعدين اقول لك. انا بقى مش هتلاقي من هنا لما افهم ولازم افهم. وتفتكر بالحل ده هنكون في السليم؟ طبعا يا جدع عشان لو بلغت عننا يبقى معانا سلاح يثبت انها جت بمزاجها لا مخطوفه ولا دياوله. بس كده البت خلصانه خالص والموضوع ممكن يتهرش. اما شويه ابيض هتبقى في الفورمه وتلعلع معانا تبقى فله وبعدين دخلت عليه بكره هتطلبه بمزاجها. يخرب عقلك يا زيكو ده انت شطان يالا. اتصال عنيف ممكن تتكلم بعد قد ايه؟ هات للاسف ما نسمحش باي كلام دلوقتي. مفيش اوراق تثبت عن شخصيتها؟ كل متعلقاتها في الامانات واحنا بعتنا الاله اشارة عشان يجوا يشوفوها. ده تدير الورق ده احمد يخلصه. ايه على فين يا ياسر؟ ده انت لسه واصل. ساعة واحدة وراجع. لا حتى تاني يا ياسر انا قلت لك كده مش ممكن توصل لحاجه. وكل ما تلاقي حادثه خطف تروح تدور عليها. يا حمد فهم انا بدور على العدل والعدل ان المجرم ياخد جزاءه. هو ده اللي بدور عليه يا حمد العدل. يا قلب امك يا بنتي زينب يا حبيبتي كان مستخبيك ده كله فين يا دنايا؟ زينب رد علي يا حبيبتي كلميني يا حبيبتي. طب ليش تتكلم؟ شاوريني شاوريني عشان اطمن عليك يا حبيبتي يا حبيبتي يا بنتي. حيد الله يا حبيبتي خير ان شاء الله وحيد الله. لا اله الا الله. دكتور علاجها هنا يعني ممكن يجيب نتيجه وترجع لحالتها الطبيعيه؟ بصراحه هي محتاجه علاج نفسي اكتر من علاج. وكمان عمليه المخدر اللي اتعودت عليه دي هي اللي عقدت الموقف. يا حبيبتي يا بنتي اسم الله عليك يا بنتي اسم الله عليك. صل على النبي. اتفضل يا فندم. زينب زينب حضرة الضابط ياسر عايز يتكلم معاك شوية. اتفضل يا فندم. ازيك يا زينب؟ انا تعبانه كل اللي عندي قلته وكفايه. انا مش هتعبك بس يهمني اعرف كل حاجه حصلت وبالتفصيل. انت لما حاولت تهربي منهم
مش ضربوكي وهربوا بالعربية؟ أيوة. وصدموا الضابط اللي كان بيجري وراه؟ الضابط ده هو أنا. ساعديني يا زينب أنتقم لنفسي وأنتقم لك. هيفيد إيه الانتقام؟ مش هيرجع لي روح. المجرم لازم ياخد عقابه، حقي وحقك ومش هفرط فيه. وإذا كنت اتأذيت منهم أنا كمان اتأذيت. أرجوك يا زينب كفاية وكلمي، لو قلت أي حاجة مهما كانت صغيرة أكيد هتوصلني ليهم. لساني كنت مسي على المسا. شوف ازاي تيجي دعوه بزينب، ما تتكلميش عنها كلمه واحده. اللي يشوف كده يفتكر ان ده كلامي لوحدي، انما دي الحته كلها ماسكه سيرتها. يا عالم يا عالم حرام عليكم، دي بريئه ملهاش اي ذنب في اللي جرى لها. ما هو كلام الناس كتير، والعيار اللي ما يسيبش يدوش. وبيقولوا ايه بقى العالم السو دول؟ اهم بيقولوا كل واحده تغلط وتبات لي لبره بيتها، تيجي تاني يوم تقول اتخطبت عشان تداري عملتها السودا. يا نقطع اللسان اللي يجيب سيرتها. اللي حصل لزينب ده ممكن يحصل لاي واحده من بناتهم او حريمهم. تعرفي ممكن يحصل لك انت شخصيا يا روحيه. يا اخويا خلاص خليك على راحتك يا اخويا، بكره لما كلام الناس يوجعك هتسيبها انت لوحدك. زكريا انت فين يا ابني؟ ازيك؟ ازيك يابا؟ مالك واقف كده ليه في عز البرد؟ اعمل ايه يا ابني؟ الجلابيه اتوسخت قوي، كان لازم اغسلها وما عنديش غيرها. خد يابا اشتري لك ابنتين. منين الفلوس الكتيره دي يا ابني؟ انت بتشتغل ايه؟ بشتغل حاجات كتير يابا، اطمن. بس ادعي لي. ربنا يهديك يا ابني ويوسع في رزقك بالحلال. اطلع يا ابني، اطلع ارتاح فوق شوي. اطلع اطلع حبيبي، اطلع يا دلال. زكريا بعد ما ترتاح وتاكل لك لقمه يبقى روح اطمن على امك عشان تدعيلي. ما تجيبليش سيرتها يابا، ما تجيبليش سيرتها. اطمن عليها بعد ايه؟ بعد ما نمت من عندي سنتين؟ اطمن عليها بعد ما سابتك عشان تتجوز راجل بتاع مخدرات؟ يا دهم الام يابا اللي تبرد عشان تغلط ابنها، الام اللي تشيلها من بقها عشان عيالها، الام اللي تبقى صدر وغطى على جوزها. ها؟ عايز اروح لها علشان تدعيلي؟ مش عايز دعويها يابا، مش عايز دعويها. اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب، اللي حصل حصل وهي السبب.
ألف نهار أبيض يا زينب، وألف حمد لله على السلامة. إزيك دلوقتي يا زينب؟ الله يسلمك. تعبناك معانا يا جمعة. أنا راضي بتعب الدنيا كله، بس تقومي بالسلامة يا زينب. بس إحنا كده بنعطلك عن شغلك. فداكي ألف شغل يا زينب. المهم تقومي بالسلامة وترجعي لنا بسرعة. خايفة. خايفة يا جمعة. قلبي كله رعب وخوف. الأمان راح من قلبي خلاص. الأمان موجود يا زينب. يمكن يكون أقرب لك من نفسك. أنت بس اللي مش واخدة بالك. أنا انكسر جوايا كل حاجة. خلاص. كل حاجة راحت. كل أحلامي ضاعت. اتقتلت. أنا خلاص. ماليش مستقبل. أنا مش عايزة أعيش. مش عايزة أعيش. مش عايزة يا جميل. بقول لكم ايه؟ ما تبطلوا بقى شغل عيال السيع دي وتبعدوا بعيد عني على كده. ده في ايه؟ انتوا عايزين ايه؟ امر والله العظيم. يا لهوي. تعالي. الحقوني يا بنت. جات سليم ازاي؟ ده دم. المهم انت جرالك حاجة؟ الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب. عيني راحت بس. سلامتك. الف سلامة يا غالي. كان نفسي العلقة دي اخدها من زمان عشان احس قد ايه انت بتحبيني. لا والله شاهم يا علم. تعجبني يا اسطى. طلعت راجل. اتفضل الشاي يا اسطى. روحيه دي انا فديها بعناية. بروحي. تعيش يا امير. اتفضل اشرب شاي. تشكر يا اسطى. اشرب الشاي يا اسطى. بقول ايه يا اسطى جمعة؟ اتفضل قول. انا ليا طلب عندك. من عينيا. انا طالب القرب منك في روحيه ومستعد لكل طلباتك. يا سلام يا اسطى. بس كده غالي والطلب رخيص. سلامتك يا زينب. الف سلامه. يقطعني اختي ويقطع لساني. صدقني يا زينب ما كنتش اقصد. والنبي يا اختي ما كنت اقصد. سامعاني يا زينب؟ ضميري يا اختي مقلمني. طب قولي لي اي حاجه. يعني ملقوش غيرك؟ صحيح اللي ايده في الميه ما هي زي اللي ايده في النار. زينب ردي عليا يا اختي. زينب. رأيكم بقى؟ ها؟ كده كله في السليم ولا العفريت الازرق يقدر يوصل للعربيه. طب بس يلا بسرعه يلا. برافو عليك يا زيكو. جبتنا في مكان جامد قوي. مكان جامد قوي. برافو عليك يا زيكو. والله العظيم لو خبيتوها في بطن المحيط نسير البوليس هيجيب لي واحد واحد. وبعدين انا عايز اسافر. يلا يلا بس يلا مش وقت. انت كمان بطل خد. لازم تاخد كهربا كتير. شكرا قوي.
مش عارفه اقول لك ايه على كل اللي عملته معايا. ما تقوليش كده، ده واجبي وفوق واجبي اني انسان وعايز اساعدك ارد لك اعتباري ونسيك اللي حصل لك. حصل لي؟ صعب قوي. كفايه عليا ثانيتك وشهامتك. على العموم انا موجود، لو محتاجه اي شيء انا تحت امرك. ده طارق زي ما هو طارق. وجمعه وافق؟ اهو وافق يا عزيز. وفريدي وافق. تقومي ترمي نفسك كده يا بنت؟ يوه، قلت نلم الموضوع. وبعدين ربيع بقى مش وحش، هي بس غيتش الشله الصايعه اللي ماشي معاها، بس هو قال لي انه هيسيبها. يا بنت قولي بقى ان انت اللي ليكي مزاج. القسمة يا بنت. كل ما افتكر ان كان ممكن يجرى لي اللي جرى لزينب اخاف واموت من الرعب. روحيه، ايه حنينه؟ ان جيتي للحق بقى احنا ظلمناها، وكمان قاسينا عليها قوي بكلامنا. لا ده كلام جديد. سيبيها باللي هي فيه. سيبها يا حبيبتي، بس انتي خليكي دغري وقولي اللي فيها. اللي فيها بقى وبصراحه ربنا كده ان جمعه بيحبها. جمعه مش ليكي يا عزيز. خليه يشبع بيها يا حبيبتي ويتحمل بقى نقوست الناس عليه وعليها. تعالي يا بنت. يا بنت المجانين. انا شدي حيلي. ربنا معانا يا بنتي. ان شاء الله ربنا هيتقلبنا باذن الله. هيتقلبنا. الف حمد لله على السلامه يا زينب. على مهلك. ولا يهمك، خليها على الله. ربنا يخليكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، وشك منور وزي القمر. ربنا يخليك. يلا يا استاذ ربيع بسرعه هات لنا تاكسي. ماشي يا عم جمعة. يلا. على مهلك يا حبيبتي، على اقل من مهلك. على مهلك. ادخل. تمام يا فندم. عملت ايه؟ الفيلا مملوك لواحد اسمه زيدان عبد الجليل، راجل اعمال معروف. زيدان عبد الجليل؟ الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه، بس ده مش دليل كافي. ازاي مش دليل؟ وزيدان انكر وجود العربيه مع ابنه وادعى سرقتها عشان يغطي عليه، والضحيه بتؤكد ان فيلا زيدان هي مكان الجريمه. كل ده مش دليل؟ طب وعمر ابنه فين؟ الواد ابنه ده بقى فص ملح وداب. تفتكر ان العربيه اللي اتخطفت فيها زينب والفيلا اللي اعتدي عليها فيها ملك لشخص واحد اللي هو زيدان عبد الجليل، او معنى اصح عمرو ابنه؟ واضحه طبعا يا سياده الوكيل، مش محتاجه تحليل ولا تفكير.
مكانك انت وهو. محدش حرك مكانك. بابا فين؟ ده كلام برضه. بابا فين؟ خلي بص اوصل الفيلا وقوم تعالى معايا. لازم اتصرف. قوم تعالى معايا. تعالى. بص لهم كويس يا زينب. هم دول؟ معلش يا زينب عشان المعاينه تتم. يلا. ما تخافيش يا زينب. مفيش. قولي كل حاجة. هو بس كان معاه واحد تالت. وهو ده المكان اللي حبسوكي فيه؟ أيوه. قوليلي يا زينب، الواد التالت اللي كان معاهم ده اسمه ايه؟ طب شكله ايه؟ ما شفتش أعرف. غفير الفيلا شافك وانت معاهم؟ أنا ما شفتش حد غيرهم. إيه اللي بيحصل هنا في بيتي؟ حضرتك الأستاذ زيدان عبد الجليل صاحب الفيلا؟ أيوه أنا زيدان عبد الجليل. إيه اللي بيحصل هنا في البيت؟ اللي حصل هنا جريمة خطف واغتصاب أنثى وتعاطي مخدرات. وأنا عرفت إيه كل ده؟ إن كل ده حصل في الفيلا بتاعتك هنا. أنا مش عايش هنا يا أستاذ في الفيلا. الفيلا ليها غفير وهو اللي مسؤول عنه. إلا بالمناسبة يا زيدان بيه، عمرو ابنك فين؟ عمري ابني عند عمه بقاله اسبوعين تقريبا في لندن. انت متاكد من الكلام اللي ايه اللي متاكد من الكلام ده؟ انت بتكذبني يا استاذ. عندك الجوازات تروح تتاكد منها كده؟ طيب. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا حبيبي؟ استاذ وائل انت جيت؟ بابا ما جاش معاك ليه؟ مين اللي بعتني يا عمرو؟ ما هو بابا اللي بعتني. انا هموت من الحبسه اللي انا فيها ديت. فين بابا؟ بابا هيجي لك يا عمرو. هيجي لي؟ هو من امتى بيسال عليا؟ ده مش مهتم بيا خالص وناس اللي له ابن مهتم بمشاريعه وحياته. انا عايز اشوف بابا. شوف يا عمرو اللي انت ما تعرفوش، بابا عامل لك ترتيب يخرجك بيه بره مصر وبكده تكمل دراستك بره زي ما هو عاوز. انا عايز اشوفه هو. انا عايز بابا. اهدى. عايز اشوف بابا. اهدى يا بابا. عايز اشوف بابا. اسمع يا ولي. ايوه يا فندم. انا عايزك تروح للعيلين دول. الولاد دول مش لازم يتكلموا باي شكل من الاشكال، والا عمرو هيشيل القضيه معاهم. عايزك تعرض على كل عيل منهم 50,000 جنيه بشرط ما يتكلموش كلمة واحدة. حاضر يا فندم. اطمنوا يا رجاله. زيدان بيه انسكت ليه؟ ما تخافوش لسه في استئناف، واللي خلص واحد يخلص ثلاثة. احنا سكتنا على امل يساعدنا.
يتحرك بقى، فاهم؟ وبصراحه لو ما خلصناش هنتكلم، واللي يحصل يحصل بقى. تفتن على صاحبكم؟ بقول لك ايه، انا افتن على ابويا. وفاتكم ايه؟ السجن هيفضل سجن. بس السجن ومعانا صاحبنا هيبقى احلى بكتير. قول لابوه يتحرك ويعمل حاجه احسن له. هقول له، بس على فكره زيدان بن كلفني برساله 50,000 جنيه لكل واحد، بس تفضلوا رجاله للاخر. انا مش عاوز زفت فلوس، انا عاوز اخرج من هنا. قول لزيدان 100,000 جنيه. فلوس ايه اللي انت بتفكر فيها مجنون انت؟ هبلغ زيدان بيه. اطمنه اطمنه. انت كان انت في عمرك عشان الفلوس كده كده العمر ضايع بقى، يبقى ليه ما استفدش من الحكايه؟ انت لو عشت العيش اللي عشتها كنت حسيت اللي بقوله، لو عشتها لكن عمرك ما تحس. اسمع يا انت وهو، انا بديكم اخر فرصه. عمرو زيدان فين؟ طب ليه بتنكروا انه كان معاكم؟ اللي نعرفه ان نفتح يا باشا ولا مؤاخذه. انتوا كدابين واغبياء بقى. هو لو كان وقع كان عمل شهم زيكم ودار عليكم. انا متاكد ان هو التالت بتاعكم. لا يا باشا ما كانش معانا لا مؤاخذه يعني. طيب بقى ما دام انت وافل صاحبك او كده ما يهونش عليا احرمك منه. عارفينه مش كده؟ ده الدليل الوحيد اللي يثبت ان انتوا منبع الاجرام وكذابين. انت عايز مننا ايه؟ عايز مننا ايه؟ حرام عليك بقى يا اخي. مش كفايه حبستنا مستقبلنا اللي ضاع؟ انتوا اللي ضيعتوا نفسكم. انا مش عايز غير عمرو. مكانه الطبيعي هنا وهجيبه يعني هجيبه. انت فين وعمرو فين؟ عمرو خلاص هيسيب مصر كلها. واحنا بس اللي هنفضل هنا. احنا بس اللي هنفضل هنا. انتوا فعلا اغبياء. قلت له ليه؟ قلت له ليه؟ ضيعت مني 100,000 جنيه يا غبي. انا بقى ما تحملش الفلوس. احنا كل اللي يحملني ما تسجنش. اشمعنى يا عيال السجن؟ لكن انا تهمني الفلوس. انتوا عايشين متمتعين بيها لكن انا لا. وبكره عمر وبكره نفسي وبكره الدنيا كلها. ابني حبيبي وائل. ليه كده يا وائل؟ ليه يا وائل كده؟ ليه تمشي ورا الشيطان يا ابني؟ ليه يا وائل كده؟ ليه تمشي ورا الشيطان يا وائل؟ انتوا جايين بعد ايه؟ ولسه فاكرين انكم تيجوا؟ انتوا بقالكم سنين طويله ما تعرفوش عني اي حاجه. انتوا سايبين الولاد قد كده. ده انا ربنا شغالان. جايين دلوقتي تقولوا لي ليه يا وائل؟ والشيطان ضحك عليك. بابا وماما يا فرحتي بابا وماما. بس بصراحه كلمه خيبه الحق لازم يتقال. كنت بتبعتولي فلوس كتير كتير قوي. خلاص مش عارفين ان الفلوس دي اكيد هتبوظني. لا انتوا هتقدروا تعملوا ايه غير كده يعني؟ مسافرين ومقضيين حياتكم بره وسايبين ولادكم. وادي النتيجه يعني. النتيجة. كان نفسي قوي اعرف طعم حنان الام، لكن يا خسارة قضيت عمري كله ما عرفتوش. كان نفسي قوي يبقى لي اب لما احتاج الاقيه، ويا ما احتاجت بس عمري ما لقيتك.
لكن خلاص بقى لحظة الفاصل. وإيه يعني حبل المشنق؟ إيه يعني اللي بقول؟ أنا لازم أموت، أنا أستاهل الموت، أنا أستاهل الموت، أستاهل الموت. عندي حاجة كان لازم أقابلك وأديها لك. إيه ده؟ شريط الفيديو اللي صوره لك. هو أنت ما قدمتوش للنيابة؟ ما قدرتش يا زينب، لأن لو قدمته للنيابة هيعرضوه وهتشوفيه وفكرك باللي حصل ويألمك، وأنا ما يرضنيش إنك تتألمي. أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. ده إنسان قلبك كبير. أنا إنسان شغلتي إني أحقق العدل وأنصر المظلوم، ومش من العدل اللي حصل لك. تفتكر ممكن أنسى؟ ياه، ما تبقيش متشائمة كده. الأيام كفيلة تنسيك كل شيء. المهم دلوقتي يا زينة تبدأ حياتك من جديد.